اهلا وسهلا اعزائي متابعي موقع جريدة النهار المصرية، اسعد الله مساءكم بكل خير. معكم اليوم في واقعة جديدة، وهي انهاء حياة الطفلة جولي 8 سنوات واصابة والدتها اصابات بالغة، وذلك بسبب تهور طالب اثناء قيادته للسيارة بسرعة متهورة. احنا النهاردة جينا عشان اول حاجة نعزي اسرة جولي، البقاء لله ورحمة الله عليها. شكرا لك سعيد. ربنا يصبركم يا رب. احنا النهاردة موجودين معاكم عشان تحكوا لنا الواقعة من أولها. حضرتك والدها، بداية كده عرفنا بنفسك. أنا أحمد حماد المحامي، والد الطفلة جولي رحمة الله عليها. ساكنين في شبرا الخيمة في بتين. المكان الواقعة برضو ناحية الشارع الجديد، يعني الموضوع صعب جدا كل ما بفتكره الصراحة. احكي لي بقى كده الواقعة حصلت ازاي؟ حضرتك احنا كنا خارجين زي اي اسره خارجه في العيد الاضحى اللي فات دوت، وراجعين من بره مبسوطين جدا، وجينا عند في سوبر ماركت. ابني الصغير قال لي يا بابا عاوزين نخش نجيب حاجات حلوه، فهو واخته جم معايا ووالدته وجوري رحمه الله عليها، وقفوا وفي ظهرهم تاكس جنب الرصيف اسفل بلوك من البلوكات اللي هي اللي موجوده عند مستشفى بهتين، تمام. يعني الناس واقفه في جنب. انا خارج لقيت في عربيه جايه بسرعه جنونيه. انا حاسس انت كده، شايف المنظر بقى من اول شايف الواقعة بقى. الواقعه من اولها، واحد سايب الطريق كله جاي ناحيته، فانا قمت قايل لهم حاسبوا حاسبوا وبجري ناحيتهم. كانت حادث الواقعه. عملت ايه بقى؟ اتصرفت ازاي؟ حضرتك ندهت على الناس اللي حواليا في قهوه، ولولا على فكره ان في تاكس وفي اللي هي الشوايه بتاعت الكبابجي ديت، كانت حصل الكارثه. كان ممكن مات يجي 20 واحد، ان في قهوه بعديهم على طول على بعد خطوات. اللي خد الصدمة بنتي مراتك ومراتي، ولولا التاكسي دوت والكلام دوت كانت هتحصل كارثة بسبب التهور والاستهتار بأرواح الناس. أول بقى تصرف عملته دورت عليهم. طبعا هو ساب العربية وهرب، فأنا سألت الناس دوت اللي حوالينا عربية مين ديت، عشان طبعا أضمن حق بنتي أما أروح المستشفى نعمل المحضر اللازم. قالوا لي عربية يوسف ياسر العشماوي اللي هو دلوقتي اتحكم عليه ب3 سنوات غيابي وغرامة 4000 جنيه. تمام. عملت ايه بقى اول ما شفتهم في المنظر ده؟ طبعا أنا بقيت قولي بقى اول حاجة انت شفتها الاصابات او ايه، الإصابات، كانوا أنا عاملين بنتي ازاي؟ لقيتها اختفت وزوجتي بعد الإصابة. حركنا العربية وشلناها مطلعين هما داخلين تحت جوري، العربية. جوري اللي كانت تحت العربية. طبعا العربية أساسا عربية لا تصلح للاستخدام، عبارة عن خردة سايقها. طبعا بالرغم ان ابوه ميكانيكي والمفروض ان ابوه فاهم يعني ايه سلامة ويعني ايه ان هو يديله عربية مثلا بالطريقة ديت، ما اعرفش ده قمة في الاستهتار يعني. والتاكس دخل طبعا فيه، فالحديد دخل في بطن بنتي. يعني تخيلي اب شوف بنته الكبيرة امعائها خارجة بره، فاضل ايه تاني؟ ولا أي حاجة. اتنقلت لأقرب مستشفى. اللي طلبنا الاسعاف لسه ما جاتش، مثلا بعدها ب5 دقائق او 10 دقائق. رحنا خدنا اسعاف من مستشفى بهتين، خلينا السواق صحناه وخدناه. راح على طول في ساعتها معانا على مستشفى ناصر. انا قلت اقرب مستشفى نعمل لهم الاسعافات الاوليه، وبعد كده لو في مستشفى طبعا هنحولهم عشان العمليات في المستشفيات احسن وكده، عشان العمليه وصلت لو في بنتك عمليات وكده. ومراتك، بنت حضرتك جوري، وصلت المستشفى على قيد الحياة ولا كانت لا وصلت على قيد الحياه، بس هي كانت حالتها صعبه، وهم الصراحه ما قصروش، حاولوا عملوا لها الاسعافات اللازمه، بس كان أمر الله نفذ. وكان امر الله نافذ. وبعد كده وزوجتي طبعا مصابه، احنا ما قلناش لزوجتي، اخواتي ما قالوليش لحد 9 الصبح، لحد ما انا كنت رايح اجيب شهاده الميلاد عشان اطلع تصريح الدفن واروح على النيابه. محدش قال لي غير الصبح، كانوا مدارين عليا عشان خايفين عليا. طبعا زوجتي ما عرفتش بالوفاه الا بعدها ب 10 ايام، عشان هي كانت هتخش عمليات، قعدت 6 ساعات في العمليات، عملت عمليه ترقيع للجلد. سمعنا قبل اللايف اللي هي دلوقتي عندها نسبة إعاقة في رجلها. يعني لحد دلوقتي بتمشي على عكاز بالرغم من مرور اكتر من 4 شهور على الواقع. طيب احنا هنروح بقى لمامة جوري، اللي هي بقى اللي هي تضررت من الحادثة دي وفقدت جزء منها من جسمها وسبب لك إعاقة وفقدتي بنتك، أكبر بنت عندك. عرفينا بقى كده بنفسك في بداية اللايف. أنا نعم اسمها والدة جوليا الله يرحمها.
تمام. دلوقتي طبعا اول حاجة البقاء لله، ربنا يرحمها يا رب ويصبرك، والحمد لله على سلامتك. عايزينك بقى تحكي لنا الواقعة كده، انتي المتضررة دلوقتي من الواقعة، ايه اللي حصل في اليوم ده؟ احنا كنا راجعين اصلا تاني يوم العيد، كنا راجعين مبسوطين. هي طلبت ان هي تخرج وصممت ان احنا ننزل، نازلين من بيتنا تقريبا كانت الساعة 11. رحنا، كانت عايزة تروح الملاهي وعايزة تشرب عصيرة ومنالها كل اللي هي عاوزاه. وراجعين كنا مبسوطين جدا زي اي اسرة بتخرج في العيد ومبسوطة ويعني سعيدة. فاحنا مروحين، فابني الصغير قال لبابا انا عايز حاجة حلوة. خد مروان ومكة وجوري اللي فضلت واقفة معايا، قالت يا ماما احمد قال لها تيجي يا جوري، قالت لها يا بابا انا واقفة مع ماما. راحت حضنتني وبستني وقالت لي يا ماما انا بحبك قوي، يا ماما انا مبسوطة. ده قبل الحادثة بثواني. بثواني فقلت لها طب يا حبيبتي الحمد لله انت مبسوطة، انا فاكرة بقى ان هي مبسوطة علشان بس طفلة احنا خرجت. وعامل لها اللي هي عايزاه. طول النهار في يوم العيد ده طول النهار تبص فيا وتحضن فيا، هي اصلا كانت بنتي الكبيرة وصاحبتي كانت وحبيبتي. حاسة بصي هي يوم الوقفة في التكبيرات بتاعت وقفة عرفات رسمت بيت وكتبت بيتي في الجنة، واحنا التكبيرات شغالة، فانا بعيط وبقول ايه يا رب يا جوري نفسي اروح اعمل عمرة. راحت قالت لي انا يا ماما هروح احج وهعمل عمرة. حبيبتي رحت وقلت لها ان شاء الله يا حبيبتي ربنا يكرمنا وكلنا نروح. ورسمت البيت ده رسمة بيت وحواليه شجر، لو الرسمة والله موجودة كنت وريتها لحضرتك، وكانت ده بيتي في الجنة. فهي بقى كانت حاسة وكانت ما عرفش يعني، هي كانت بتصلي وكانت بتصوم وهي عندها 5 سنين، رمضان كله ما كانتش بتفطر ولا يوم، كان يوم يعني لو قلت لها مثلا يا جوري ما تصوميش انت هي صغيرة وكده ولسه مش مكتوب عليك الصيام، تقول لا يا ماما انا هصوم. كانت بتصلي وكانت حافظة القرآن، كانت حافظة جزء عامة كله، الناس بتاعة القرآن بتاعتها بتقولي انا كان ليا الشرف ان انا حفظتها القرآن، والناس بتاعتها بتاعت الانجليش وبتاعت الناس بتقولي انا لحد دلوقتي ما جاليش طالب في مستوى ذكاء جولي. ما جولي شاء كانت في الله. تانية ابتدائي كان بيدوها منهج رابعة ابتدائي من كتر ما هي شاطرة ومتفوقة ودماغها كانت اكبر من سنها. تمام. هو ربنا اصلا يعني ربنا اراد كده، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب، حسبي الله ونعم يوم الوكيل. الواقع بقى، انت طبعا كان يعني اول ما الحادثة حصلت انت كنت على دراية باللي حواليك، بالظبط كنت مدركة شفتيها. شفتها لا انا اول ما اتخبطنا انا كنت مغمى عليا، الناس انا كنت تحت العجل اللي ورا وهي تحت العجل اللي قدام. تمام. فلما الناس شالونا يعني دخلونا عربية الاسعاف وكده فانا فقت، فهي هي كانت بتتكلم. بصي هي يعني كانت هدومها ما كانش فيها دم ولا في اي حاجه، فانا فاكراها ممكن بس من الخبطه ازرقت مثلا حاجه بتاع. ما خدتيش بالك من اللي حصل فيها؟ بفتح البلوزه بتاعتها لقيت بطنها كلها بره. انا اتخضيت من المنظر وقعدت تقول يا ماما انا هموت، اقول لها لا يا حبيبتي انت كويسه، لا يا جوري انت كويسه. قالت لي يعني لا هي انت كانت فايقة كانت فايقه وبتتكلم. لحد ساعتين بعد الحادثه وهي فايقه، ما كانتش توفت. اخويا الكبير دخل عليها اسمه محمد، دخل عليها فبتقول له يا خالو يا محمد انا هموت. راح قال لها لا يا جوري حبسي انت كويس، قالت لا انا هموت يا خالو سلم لي على ماما. فهي كانت مرتبطه قوي بيا وانا مرتبطه قوي بيها، يعني هي مش بنتي الكبيره بس كانت صاحبتي واختي وحبيبتي وهي اول كل حاجه، اول فرحه ليا في كل حاجه. فتخيلي ان هي بنتك بتضيع قدام عينك على يعني من غير اي سابق انذار. انا عمري ما كنت اتوقع ان جوري تروح مني عمري بجد، انا كنت يعني كنت بدعي ان يا رب ما تحرق قلبي على حد من ولادي، اجعل يومي قبل يومي، دي اليوم اللي هي قبليه. فانا مش قادره بجد مش قادره اعيش من غيرها حقيقي، انا مش عارفه اعيش من غيرها حقيقي. انا كل الناس بتفضل تصبرني تقول لي يا نهى لازم تجمعي عشان في خاطر اولادك التانيين، لازم تقفي على حيلك عشان خاطر ولادك التانيين، لكن انا فعلا مش عارفه اعيش محدش من غيرها. حاسس باللي انتي محدش بتمري بيه. حاسس بالظبط، محدش حاسس بالنار اللي فيا، كله بيقول لك الحياه ما بتقفش لما بنفقد حد، لا بس انا بالنسبه لي حياتي وقفت، حياتي حرفيا وقفت. هي انا كانت أول كل حاجة ليكي. بالظبط بالظبط صاحبتي يعني، بس هي ما كانتش بنتي، هي كانت صاحبتي، كل حاجه بنعملها مع بعض، ننزل نشتري كل حاجه مع بعض، لدرجه لو رحت السوق هي بتبقى معايا كل حاجه في كل حاجه. عمري ما خرجت مشوار من غيرها، يعني كنت اسيب مروان ومكه مع احمد وهي اللي معايا في كل مكان ما بتسيبكيش. خالص، بتنام جنبي، بننزل نجيب كل حاجة مع بعض، احنا صحاب مش ام وبنتها، كل حاجة بتطلبها كنت بعملها لها. فحسبي الله ونعم الوكيل، دمر حياتها ودمر حياتنا.
بسبب واحد اصلا يعني متهور سايق بسرعه رهيبه. احنا واقفين على الرصيف هنروح فين؟ هنخش جوه الحيطه يعني نفتح الحيطه ونخش فيها؟ لما يعني احنا مش مثلا مش غلطانين، مش بنعدي طريق سريع، في صوره معانا الاتوبيس اساسا مش بنغطي. انا عايزه اشوفها. هي فين الصوره؟ هي فندم، دي الصورة اللي خبطتهم. دي العربية اللي العربية اصلا عربية ما تصلحش للاستخدام خالص، يعني ده من مكان ضبطها، هي موجودة دلوقتي في المكان ده اللي هي متصورة فيه. تمام، في مكان الحادثة. لا ده مكان الضبط اللي هم المكان اللي بيعينوا فيه العربيات، اسم تاني بيعين فيه العربيات. تمام كملي. وبعد كده رحنا المستشفى. هم ما قالوليش اصلا ان جوري توفت، هي توفت في اذان الفجر بالظبط، يعني اول ما الفجر اذن هي توفت، بس هم ما قالوليش. خدوني بقى اهلي على مستشفى خاصه في المهندسين، عملنا يعني انت سبتي المستشفى اللي كان فيها جوري؟ بالظبط. تمام، واتنقلتي في المستشفى بعد الوفاه ولا بعد الوفاه؟ بس انا ما كنتش اعرف ان بنتي توفت. تمام. بس هم يعني قالوا ان المستشفى دي ما فيهاش الاسعافات اللي تنفع لرجلي عشان رجلي كانت متدمره. فروحنا الاول مستشفى الهلال، راحوا قالوا ان هنقطع وش الرجل، وش الرجل متدمر مش هينفع ان احنا نعمل فيه اي عمليه. فاهلي ما وافقوش اصلا ان اي حاجه تتقطع من رجلي، واتنقلنا في مستشفى خاصه في المهندسين. عملت عمليات، اصلا عامل لحد 6 عمليات، ولسه رجلي اصلا لحد دلوقتي ما رجعتش زي ما هي، لسه الكسر زي ما هو. انا عامله رجلي القصبه دي كانت متكسره 4 حتت، ووش رجلي ده كان العظم باين، ما كانش فيه جلد اساسا. انت لو حضرتك شفتي الصوره بتاعت رجلي انت هتقولي انت ازاي. احنا شفناها قبل اللايف. لا صعبه قوي. فعملوا لي بقى عمليات، العمليه قعدت تقريبا 7 ساعات وانا بعمل عمليه. بنتي اتدفنت في اذان الظهر، فجاه في ظهر الجمعه، فانا عيني كده يعني راحت في النوم، حلمت ان هي في صندوق ولابسه فستان ابيض. هي كانت في الوقت ده لابسه الكفن بتدفن. قمت قمت حتى مفزوعه مفزوعه، اقول لا يا رب، لا يا جوري، لا جوري، لا جوري. كل اللي حواليا قال لي جوري كويسه، جوري كويسه، وهم كلهم بيتفنوا. ما حدش كان قايل لي، ولا انا ولا مامتي. احنا عرفنا ان هي توفت بعد 10 ايام، وكنا واخدين موبايلاتنا علشان ما نعرفش ولا نشوف مثلا اتصالات ولا نشوف تليفونات ولا اي حاجه خالص. بعد 10 ايام بلغوكي ازاي بقى؟ اللي قال لي اصلا الاول خالي كان في الحج ولسه راجع، فجي بيشوفني فبيقول لي بصي يا ماما انا عايزه اقول لك على حاجه. مش هو اللي قال لي، يعني هو جمالي الاول براحه براحه قال لي بصي هي جوري حالتها خطيره جدا وحالتها حرجه، جوري ظهرها متقسم 4، هل انت هترضي ان بنتك تعيش مشلوله؟ بعد ما كانت شقيه وبتطلع وبتنزل وبتتحرك وكانت كل الناس اصلا بتحبها، هي كانت محبوبه جدا. فروحت قلت له لا، قال لي بقول يا رب لو هترجعها لي سليمه زي ما كانت رجعها لي، لو هترجعها لي فيها اعاقه انت يا رب اللي ليك تتولاها. تمام، ليك تصرف. فانا الكلام كان ساعتها في وقتها قاسي قوي عليا، بس بعد كده مفيش اي يوم تستحمله. بعد كده فكرت فيه، قلت لا انا فعلا مش هقدر اشوف جولي مشلوله، ولا ان هي مثلا جثه ما بتتحركش على السرير. بعد كده بعدها بكام يوم جه اخو احمد الكبير، هو اللي جاله تليفون وهو عندي، كان بيزورني عند مامتي، فجاله تليفون فرد عليه بيقول له حد بيقول له البقاء لله. فقال له نعم بالله. قلت له بص يا عمو انت بتحبني وانا بحبك، فبعد اذنك ريحني، مبقاش على امل ان بنتي عايشه. فقول لي انا عارفه ان هي توفت. راح قال لي قولي الحمد لله واحتسبيها عند ربنا. فبصي يعني ربنا ما يوري حد الصدمه اللي انا خدتها عامله ازاي. بصي يعني بجد الضنا صعب، الضنا ممكن تستحملي يعني وفاة أي حد في الدنيا إلا ابنك أو إلا بنتك، وخصوصا دي مش بنتي بس، زي ما قلت لحضرتك هي أختي وكل حاجة وكل حاجة بالنسبالي. فبصي أنا بقيت مساهمة كده حواليا مثلا بتاع 30 نفر، أنا مش شايفة حد ومش حاسة بحد ومش مركزة غير إن خلاص جولي مش هتبقى موجودة. انهارت بقى طبعا، انهارت. واخواتي أنا تقريبا انا ما فيش يوم ما بعيطش على بنتي، مش عياط عادي صبح وظهر، انا شايفاها في كل حاجه في حياتي. انا لو نزلت يعني لو نزلت اجيب طرحه هي بتبقى معايا، كل حاجه معايا. فتخيلي ان انت كل حاجه حد مشاركك فيها فجاه بقيتي لوحدك. احساس طبعا صعبه صعبه صعبه، يعني ربنا ما يوري حد غنى فيه بجد. وهو اتحكم عليه 3 سنين وهربان،
يعني هربان، واحد اصلا متهور ضيع حياة بنتي، وفي الاخر ما بعدها حاولوش يجوا مثلا يشوفوا مثلا ابنه، مثلا ابن الراجل ده عمل ايه، يطمن عليك ما فيش. هما اصلا في اول في اول الموضوع خالص كانوا خايف، يعني كانوا خايفين ان هما يجوا ناحيتنا عشان احنا ممكن بس نعمل مشاكل او، لكن احنا الحمد لله احنا كنا ممكن اصلا نعرف نعمل كل حاجة، كنا ممكن نموته زي ما هو موت بنتي، بس احنا بنحترم القانون، فاحنا مشينا قانوني، احنا مشينا قانوني، والقضاء فعلا يعني بصراحة اداهم اللي يستاهلوه هو وبابا، بس ما لسه محدش اتحكم، ما تنفذش عليه. احنا تمام. بقى اللي انا دلوقتي عايزاه واللي انا بناشد بيه، بناشد استاذ رئيس المباحث استاذ احمد موسى رئيس قسم تاني، ان هو يجيب حق جولي، ان هو ينفذ على اللي كان السبب في موت بنتي. انا موطنه في الدايره بتاعته وانا بطالب وبقول له لو سمحت حضرتك يعني حط نفسك مكاني وربنا ما يكتبها عليك ان انت تشوف اللي انا شفته، بس جيب لي حق جولي، نفذ لي على الولد وبابا، انا مش عايزه حاجه غير كده. ناري هتبرد شويه ان انا اشوفه محبوس، ان انا اشوفه قدامي كده في قفص. كذا حد قالك بيقولوا لي يا نهى انت هتستفادي ايه لما تحبسيه، هو برضو مش قاصد وهو مش ما يعرفكمش. قلت له لا، انا مش هسيب حق جون، لو انا هسيب حقي انا مش هسيب حق بنتي، انا مش ولا هسيب انا حق هسيب بنتي. حقها. فربنا اصلا ربنا اراد ان هو يحطنا في الاختبار ده، هو اي نعم اختبار صعب جدا 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 علينا، بس اكيد ربنا ليه حكمة، يعني اكيد ربنا ليه حكمة ان هو اكيد يعمل طبعا، كده. اكيد طبعا. لو اختار يعني في كده بيقولك ايه، لو علمتم الغيب الغيب لاخترتم لاخترتم الواقع، الواقع. فانتي لما اتعرض عليك ان هي تعيش كده ولا تموت، فانتي لا، انتي قلبك وجعك. طبعا انا قلبي، بصي انا قلبي متقطع، انا في حتة متقطعة في قلبي. قعدت شهرين مش عارف اشتغل، يعني حضرتك انا الواقعة بعد الواقعة، انا قعدت شهرين ما بشتغلش خالص، ولحد دلوقتي تعبان نفسيا ومش عارف اشتغل، مش عارف اشوف شغلي زي الاول. يعني انا ممكن انزل محكمه يومين في الاسبوع، ما اقدرش اكمل بيت الاسبوع، يعني نفسيا يعني صدمه فعلا، يعني حياتنا باظت. يعني بنتي تضيع قدام عيني في لحظه بسبب شاب مستهتر جاي بالسرعه الجنونيه ديت وعكس الاتجاه، و حضرتك قلت لي ان هو اتحكم عليه هو هو ووالده. والده هو اللي مديله العربيه، والابن معترف في محضر الشرطة بعد ضبطه إن هو أبوه صاحب العربية وهو اللي اداها له. وبعد كده النيابة العامة طلبت التحريات، طلبت التحريات عن الواقعة، ثبتت إن الأب هو من مكن القاصر دوت من قيادة السيارة، فتم تحريك الدعوة الجنائية ضد الأب والابن. الابن حدث، تم محاكمته أمام محكمة الأحداث، والوالد أمام محكمة الجنح اسم تاني. ولسه ما تمش ضبطه. لا، هو احنا خدنا حكم على الاب والابن بس، هما فعلا يعني مباحث اسم تاني نزلوا لهم مره او مرتين، وهو بيهرب معرفش يعني ازاي، وبعد كده بيظهر تاني في الشارع. يعني انا عارف ان الدايره كبيره واسم تاني ربنا يعينهم، بس انا بناشد المقدم احمد بيه موسى ان هو يعتبرها زي بنته، وفعلا احنا عاوزين حقها، احنا عاوزين القانون، يعني ان القانون يطبق على الجميع. وحضرتك العقوبة زي ما لها ردع عام لها ردع خاص، يعني لو ما كانش اللي زي ده هيرتدع بعد كده هتتكرر مرة واتنين، بدليل ان انا شفت المتهم تاني بعديها بشهر، ابوه مديله عربية نيسان صاني في المرجوشي بيلعب بيها، بيجري وبيكسر هو على عنده كام اتوبيس سنة تاني، أصلا؟ عنده 16 سنة و3 شهور، وشاب اسام معروف في الدايره كلها ان هو شاب مستهتر، يعني ده وجوده اسام بره السجن ده هيخلي الواقعه دي تتكرر مره واتنين. وبيشرب مخدرات. يعني هي اسره اساسا، وابوه اسال يا جماعه ابوه سايب ابنه كده ليه؟ بيقول ابوه راجل فريش، ابوه مش فارقه معاه حاجه، واخد الدنيا بسلاسه خالص. فطبعا اهم حاجه في العداله هو ان الاحكام تتنفذ، عشان الناس ثقتها تزيد في القضاء بطريقه اكبر. يعني حاجه فعلا يعني صعبه جدا، يعني ان انا لو خدت احكام وما اتنفذتش ديت يعني ايه كده، دي عداله ناقصه مش عداله كامله. احنا في الاول وفي الاخر يعني مش عارفين نقول لكم ايه غير البقاء لله وربنا يصبركم، واكيد كده كده هو قضاءنا عادل،
واكيد كده كده حقها هيجي. 3 سنين مش شوية بالنسبة لطفل يدخل يتسجنهم. حق جوري كده كده بإذن الله عاجلا آجلا هيرجع. دي جوري بنتمنى لكم إن يعني انا لما شفته بالمنظر ده بعدها بشهر الواقعه ديت، حاجه استفزتني جدا طبعا، وكنت اتهور كاي اب في حالتي النفسيه، بس انا طبعا ما عملتش كده عشان راجل قانون وراجل بحترم القانون وخدت طريق القانون، فانا عاوز ان القانون يجيب لي حق بس. بإذن الله ده طلب مواطن. دي يعني أبسط ده حاجة ابسط ممكن حقوقنا، تطلبها. ابسط حقوقنا بمعنى ناخد حكم يتنفذ، ده ابسط حق. تمام. حابة تقولي أي حاجة قبل ما نقفل؟ يعني بتمنى من كل الناس اللي تعرف جولي إن هم يدعوا لها، وفي نفس الوقت زي ما قلت لحضرتك إن يتنفذ عن الحكم بإذن عشان الله. هي كده. بإذن الله كده كده هيتنفذ. وعايزاكي بس ربنا تقوي كده شوية وربنا يصبرك. أكيد صعبة الواقعة صعبة والله الواقعة العظيم. صعبة. بصي يعني صعبة فوق ما حضرتك تتخيلي، انت مهما نوصف لك ما إحنا مش بيتنا ما هتحسي بقاش له انه طعم أساسا، إحنا عايشين هنا يعني أنا حياة حضرتك روتينية يعني بحتة. حياة أساسا، إحنا حاسين إن إحنا أنا ما بقتش أحب أجي البيت، يعني أنا بقيت أحب أتنيني في الشغل، أتنيني في المحكمة، يعني بخلص شغلي وأتنيني قاعد في أوضة المحامين مع زمايلي عشان مش حابب أجي البيت وبنتي مش موجودة. عايزة اقولك ان انا قعدت عند والدتي اصلا 3 شهور، 4 شهور بالظبط، وانا عند مامتي. انا اول يوم جيت في البيت جت مامتي معايا واخواتي، انا كنت منهاره عشان انا ما كنتش متخيله ان انا هخش البيت جولي مش هتبقى معايا. تخيلي بقى ان انا لحد دلوقتي بمسك كل ما توحشني امسك هدومها ابص فيها، ابص في صورها، احنا بنروح لها المقابر، لسه كنا عندها يوم الجمعه انا وباباها واخواتها. فصعب يعني، انا مش متخيله، مش عارفه اعيش حياتي فعلا، واقفه مش عارفه اعيش بجد. موضوع بيقول مرهق لك نفسيا لينا جدا. الايام ممكن بتنسي، انا مفيش حاجه عارفه تنسيني، انا شايفاها 24 ساعه في 24 ساعه في كل حاجه في حياتي، كل حاجه في حياتي حرفيا وقفت من بعد جوري. مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، موضوع مرهق نفسيا حسبي لينا الله جدا ونعم الوكيل. اما يكون الشخص اللي عمل كده وتسبب في وفاة بنتي بره واصابة وبين زوجتي بره، هو ووالده محكوم عليهم، وهم الصراحة في الاسم نزلوا لهم وعملوا اللي عليهم، بس المشكلة ان هو بيهرب وبيظهر تاني، فاحنا عاوزين فعلا حق بنتنا. موضوع مرهق نفسيا ومستفز لينا جدا ان هو يكون موجود في الدايرة والناس تقول لنا ان احنا بنشوفه. احنا اكيد بنطالب الاجهزة الامنية بسرعة ضبطهم، وهم باذن الله بعد مناشدتكم ليهم اكيد هم هيقوموا بواجبهم، هم كده كده قايمين بواجبهم، فالله يكون في عونهم، وباذن الله حقها هيرجع ويتم ضبطهم في اسرع وقت. إن شاء الله إن شاء الله. والبقاء لله، وشدوا حيلكم وربنا يصبركم. شكرا اعزائي متابعي موقع جريدة النهار المصرية، كانت معكم شرور خياط من داخل محافظة القليوبية بشبرا الخيمة.